مساء الخير. اليوم بدنا نحكي عن هل فعلياً بتغيروا الأزواج بعد الزواج؟ ممكن يتغيروا إيجاباً، ممكن يتغيروا سلباً، ممكن أصلاً ما يتغيروا. الأسباب اللي بتغيرهم للزوجين سواء المرأة أو الرجل، هي بتصير تحكي إنه بطل يحبني، وهو بحكي بطلت تهتم. هاي العبارات دائماً نسمعها بعالم الحياة الزوجية. حنحكي بهاي المحاور مع ضيوف حلقتنا لليوم، بس بعد الفاصل كونوا معنا. إذن أهلا فيكم من جديد مشاهدينا الكرام. موضوع حلقتنا لليوم عن هل فعليا بتغيروا الأزواج بعد الزواج، سواء الزوجة أو حتى الزوج، أو ممكن ما يتغيروا. منا نعرف كل هاي المفاهيم وأيضا القضايا مع ضيوف حلقتنا لليوم. بصورنا يكون معنا بالستوديو سيدة ديالا مدحت، أخصائية اجتماعية ونفسية في مركز معا التنموي، مديرة مشروع. أهلا وسهلا فيكي. وأيضا الدكتور أكرم عثمان، خبير في التنمية البشرية ومستشار نفسي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكي. طبعا بالبداية حابين نحكي عن أنه الحياة الزوجية طبعا هي مشروع كتير كبير. لما يدخل الزوج والزوجة لهذا المشروع بتكون في مفاهيم ونقاط كتير مغيبة عنهم، فلما يصير في مشروع الزواج ويدخلوا في القفص الزوجي بنصدموا بكتير أشياء واقعية. وهون هل فعليا بصبح التغير؟ تفضل. أنا بقول أنه بالبداية الحياة الزوجية هي مشروع وخطوة مش سهلة الواحد يقدم عليها. بمجتمعنا الفلسطيني مرات بشعر انه شوي هاي الخطوة مش كثير مدروسة. كثير مرات هو الشباب خاصة اللي بتزوجوا زواج مبكر بتوجهوا لهي الخطوة بهدف الزواج من غير ما يكون في حسابات لما يتبع هاي الخطوة، وما بيكونوا قادرين يقدروا حجم المسؤوليات المترتبة على خطوة الزواج. فهون بتوقع المشكلة. توقع المشكلة إن هم بالخطبة بيكونوا ناس تانيين، مش ناس تانيين لأنهم معطلين، لأنه بيكون بس هم عندهم الإشي العاطفي هو بالمرتبة الأولى، بعدين بيكون المسؤوليات والالتزامات بالمرتبة الثانية. ولما يطلعوا على الحياة الزوجية بيكتشفوا إن الحياة عاطفة كثير مهمة، بس في أشياء تانية مرافقة للعاطفة، في أولويات كثير مهمة اللي هي الأولويات والمسؤوليات والالتزامات، طموحات الشريكين، كثير عوامل بتدخل. وهنا بتبدأ الصراع والصدمة، وممكن ما يكون هذا الإشي إذا كان في وعي بمرحلة الخطوبة لهي الأمور. دكتور أكرم، ممكن أنه الشريكين، ممكن أنه الزوج والزوجة بيصيروا ياخدوا راحتهم أكتر لما يتزوجوا، يعني خلص بيهدوا بكنوا أنه تزوجنا وكل إشي تمام. فهون بتبلش تظهر عند سواء هو الزوج أو الزوجة الشخصية الحقيقية، مش إنها في كانت شخصية مزيفة، بس هي الشخصية المرتاحة اللي هو مرتاح فيها أو هي مرتاحة فيها. بالضبط، الشخصية الطبيعية. بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك، يعني كما ذكر ربنا عز وجل: وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني إحدى الصحابيات عندما زوجت ابنتها قالت لها: كوني له أمة يكن لك عبدا. فكما ذكرت الأخت ديالة أنه ينبغي أن يكون هنالك تدريب. أنا أذكر أنه في دولة الإمارات، أذكر في ماليزيا، أذكر في الكثير من الدول المتقدمة التي تعنى بكيف ممكن نحن نؤهل الأزواج، هنالك دورات تدريبية، هنالك إعداد مناسب، لأنه مسألة الفهم والوعي، مسألة يعني إن كيف ممكن نحن نتعامل بالتفكير والعقل والمشاعر. لأنه بالفعل في بداية الزواج بتكون العاطفة الغريزة ربما تكون الجوانب، لكن كما ذكرتي بعد فترة زمنية بينكشف المستور. يعني وكأن كل شخصية تظهر على حقيقتها. فإن لم يكن هنالك قوانين، ضوابط، لم يكن هنالك وعي وإدراك وفهم والقدرة على قراءة مشاعر الطرف الآخر والتفهم الكثير من الجوانب اللي تحتاج بالفعل من الزوجين إنه المسألة تكون فيها تكافؤ. قد يكون مجتمعنا مجتمع ذكوري باعتقادي التكافؤ التكاملية في هذا الجانب. يعني خولة بن ثعلبة في إحدى المشاهد عندما يعني الرسول عليه السلام قالها: أنت وكأنك طلقتي، لأنه زوجها حلف عليها اليمين. فقالت: يا رسول الله، قول تحتاج بالفعل تقدر بماء الذهب. قالت: يا رسول الله، انضمهم إلي جاعوا، وان ضمهم إليه ضاعوا.
فالتكاملية في الزوجية مطلوبة. المسألة كيف ممكن إحنا يستمر الزواج عبر مرحلة كبيرة جدا من السنوات، من تحتاج السنوات بالفعل صحيح إلى الكثير من المعطيات. بالضبط. الدكتور بدنا نحكي كمان عن إنه بتصير نوع من الخلافات الكتيرة أول الزواج، أول سنين الزواج، هل فعليا لأنه بكونوش فاهمين بعض من قبل، ولا لأنه تكشف طبيعة كل واحد وصار في نوع من النفور؟ أنا بقول الاختلافات هاي ما بتكون نتيجة إنه تكشفت الأمور على بعض، بس أكتر نحط كل واحد قدام مسؤولياته وواجباته الزوجية، اللي هي أنا بحكي إنه لما يكون في عنا عائلة في أدوار في كل عائلة، المفروض كيف بحكي الدكتور واستكمالا لإله إنه تكون هاي الأدوار مقسمة بين الزوج والزوجة، ويأسسوها قبل وجود الأولاد، قبل إنجاب الأولاد. إذا أنا بقول العلاقة الزوجية الناضجة إذا تأسست في مرحلة الخطبة، بحيث انه اتفق الازواج على مسؤوليات والتزامات وتقسيم المهام بمرحله ما بعد الزواج، وكانوا واعيين لقديش مهم نحكي عن هذا الموضوع مرحله الخطبه. بس هذا اللي بدي اعلق عليه، انه مرحله الخطبه كثير في وعود، يعني بتصفي انه حساعدك، حنتقاسم الادوار في تربيه الاولاد في البيت، في كل هاي الاشياء دائما بنسمعها، بس بنيجي للواقع والزواج بصفي شيء ثاني. يعني حتى هي بتصير تحكي ممكن ما انت كنت تحكي لي من قبل، وهذا اكثر شيء بيوقعهم بمشاكل، انت كنت تحكي لي، فهذا اللي بسبب يعني حتى الوعد في ايام الخطبه مش دائما يطبق لما يكون في زواج. هلأ الدراسات بتحكي إنه كل ما التزم الشريكين بالعهود والالتزامات اللي وعدوها قبل الزواج، كل ما ارتفع مستوى الرضا والتوافق في العلاقة الزوجية، كل ما التزم كل الذكر والأنثى في هذا الموضوع، كل ما كان في أعلى توافق نفسي. أعرف شو رأي الدكتور؟ طبعا عالم النفس الأمريكي جوتمان يقول بأن هنالك علاقة ما بين الذكاء العاطفي والاجتماعي، كيف ممكن نحن نتعاطف مع بعض، نفهم بعض، كيف ممكن إن أنا أفهم مشاعري حتى أظهرها للطرف الآخر وأقدر مشاعر الطرف الآخر وأصل إلى جملة من التعاملات الإيجابية. ذكر بأنه إذا كان هنالك ذكاء عاطفي بين الطرفين، أنا أستطيع أن أتنبأ ب 97% من طبيعة العلاقة، وكان هنالك علاقة طردية ما بين المشاعر والعواطف الإيجابية. لا الذكاء العاطفي القائم على العاطفة السلبية، إنما عاطفة إيجابية متزنة. طب دكتور كيف بدنا نوضح هذا الإشي؟ مثلا إنه بتحس في أشخاص ما بيعرفوا يعبروا عن محبتهم، بتلاقيها فيها محبة صامتة. طب الزوجة أو الزوج حتى بحبوا إنه تسمعهم كلمات، كيف ممكن إنه يتعامل الزوج؟ يعني بتحس إنه في مرحلة الخطوبة كان هو في عالم الحب والعشق، ووصلنا لمرحلة الزواج خلاص أنا أخذتها أو أنا أخذته وانتهت هون الأدوار، مش إنه هم ما بيحبوا بعض، بس فعليا في أشياء تانية أهم هيك بتصفي بالنسبة لهم. أنا بتصور إنه إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. يعني الإنسان في العادة لما يريد أن يكتسب عادة، العادة كما ذكر العلماء هي عبارة عن مجموعة حركات نسبية ثابتة، ويقال بأنه من خلال التكرار عبر 21 يوم بطريقة منتظمة نستطيع إن إحنا نتدرب ونبني مهارات. وهنالك مراكز بتعنى بالدورات التدريبية، وأنا ذكرت ينبغي أن يكون هنالك هنالك مسؤولية اجتماعية ومسؤولية حكومية، كيف ممكن أن نؤهل هؤلاء الأزواج، لأنه كما ذكرتي المرأة تحب أن تسمع، تحب أن حتى الرجل يعني نعم، ما فيش حدا ما لابد أن يكون هنالك جوانب مشاعرية بالفعل كافية. وبنحس بأنه كان هنالك إغراق كبير جدا في المشاعر، ولكن عندما صار الزواج صارت رتابة، هنالك ملل، فيعني وكأنه يعني رجعت حليمة لعادتها القديمة. فمسألة تحتاج منا بالفعل للجدية المصداقية في التعامل والشفافية في هذا الجانب. أنا بشوف بس أضيف بهذا الجانب إشي، إنه كتير في دور علينا كمؤسسات وكمجتمع مدني إنه إحنا نرفع مستوى الوعي في كل ما يتعلق في قضايا الزواج والأسرة وتشكيل الأسرة الوالدية الحسنة، الجوانب التربوية اللي بتتأسس في الزواج. كيف بحكي هذا الإشي؟ إنه كتير مرات الوعي هو أساس العلاقة بين الطرفين، سواء كانت علاقة خطوبة مصادقة هي علاقة زواج، في عامل أساسي اللي هو الوعي لاحتياجات الطرف الآخر، لطموحات الطرف الآخر، لاحتياجات كل من الطرفين. كل ما كان في وعي أكبر بين الطرفين بأنه إيش أنت بدك وإيش أنا بدي وكيف حتى نوصل لنحط هدف واحد صحيح، طموح واحد، كل ما هدول الزوجين كانوا أقدر أنهم يوصلوا للنجاح والتوافق الزواجي.
قد ما يكونوا الشركاء عندهم وعي الا ما يجيوا بمطبات ببدايه الحياه أكيد. الزوجيه انه احنا ننظر او نظر مختلف في صراعات معينه مختلفه اذا كان في عامل الوعي بهاي العلاقه هدول الازواج بتخطوا وبقدروا يمرقوا كل الصراعات والاحباطات اللي بشوفها بحياتهم الزوجيه. الوعي بيضمن انه احنا كاخصائيين نفسيين المجتمعيين في المجتمع لازم نرفع الوعي، لازم ندرب ما قبل الزواج بالضبط. اذا ما كانش هذا كثير منيح، اذا ما كانش اكيد هذا الشيء من قبل. يعني بنتمنى انه هلا المؤسسات مليانه، المؤسسات المجتمعيه مليان برامج توعويه بس ما في تكثيف على هذا الموضوع. ما في دورات متخصصه في ارشاد ما قبل الزواج. نحن بنتابع سكتش بسيط، هو سكتش نقدي. طبعا انا بشكر الشاب ربيع وكمان الصبيه هبه مثلوا لنا اياه. بنتابع اذا مشاهدينا الكرام هذا سكتش وبعد هيك راجعين معكم، كونوا معنا. كيف يعني؟ احنا قاعدين مع بعض يعني. بس هون يعني بالشغل مش عارف احكي معك كلمتين هيك بأريحية. لا احكي احكي سامي، ما حدش رح يسمع. بعدين هيك هيك فكرنا بنشتغل نحكي بشغل. ماشي رح احكي حلياني. يعني تسلم، انت الحلو. انت الحلوة، وجهك حلو وشعرك حلو وكسماتك حلوين. يعني مش عارف شو بدي احكي. خلص خلص، احنا التنين حلوين. لا وست بيتي معدلة كمان. شو عرفك كلمة ست بيتي معدلة؟ احنا لسه ما تجوزناش. عزومتي امبارح شو بتسميها؟ اي انا بحياتي ما دقت اسكى من هيك مقلوبة. شو هاد؟ عن جد؟ عجبتك؟ عجبتني وناس اكلت اصابيعي وراها. تمام، اذا هيك كل يوم لما نتجوز كل يوم بسوي لك طبخة اسكى من الثانية، من مقلوبة لملوخية لمنساف لا كل شيء بدك اياه. اي نيالي فيكي نيالي. لا ولا احلى اشي حماتي المستقبلية. اي شو هالام اللي عندك اياها يا عبير؟ انا بحياتي ما شوف صدت بهالطيبة والخفت الدم هاي. تسلم تسلم، هذاك من ذوقك. تسلم هلا خلال اهانت ان شاء الله كم من شهر هيك نتجوز، وبعد ما نتجوز ان شاء الله بتفتح مكتب المحاماة تبعك وبتصيري احلى محامية بالبلد يا رب. ان شاء الله ان شاء الله من تمك لباب السماء يا رب. عن جد الله يخلي لي اياك، يعني قلبك ابيض وحنون وجنن. عن جد الله يخلي لي اياك. صايرة صايرة زي البلوزة اللي طلعة من الغسيل. إذا هلا هيك على 70 شو بده يصير فيكي؟ التعب والقرف كنت للشغل، مع أساس إنك مفروض تساعدني. كل اللي شاطر فيه إنك تحضر التلفزيون وتعطي أوامر، هذا هو بس. مالك انبحتي مالك انبحتي، شو حكينا؟ حكينا كاشة ما حكينا إشي، كاشة يعني كاشة من غير أعذار هلا. بس مع هيك طلع لك كاش كمان. هلا أنا طلع لي كاش؟ رح تطلع على حالك على امبارح شوف منظرك قديش نصحان. أنا نصحان ولا عبير؟ من شو يا أختي بدي أنصح؟ من كتر الأكل اللي عم بتطعمين إياه؟ لسا كل يوم والتاني بدي أروح أتغدى عند الماما، بدي أروح أتغدى عند الماما. أما جوزك حبيبك شو بده يتسمم ما بتسألي فيني، عم جدنك وحدة أنانية. ما تقرش علي، بكرة رح أطبخ ومقلوبة كمان. مقلوبة؟ هلا أمك ما علمتك تطبخ غير هالأكلة؟ مش رح أطبخ لك، اطمن، طبخت على صحباتي بكرة عزمتهم عندي نتغدى مع بعض. يا سلام يا سلام، برافو برافو، صديقة وفية ما شاء الله عليكي. صحباتك تطبخي لهم مقلوبة أما جوزك ما بتطبخي له. هي مرة بهالشهر بعدين مش حلو أبين قدام صحباتي بعرفش أطبخ. هيك هيك أنا مشغولة عم بحضر حالي بدي أفتح مكتب المحاماة تبعي. أيوة هذا اللي كان ناقصني، مكتب محاماة ما في. ليش؟ مش أنت اللي كنت تحكي لي قبل ما نتجوز بدي لاقيكي أحلى وأكبر محامية بالبلد؟ هتجد هبلة وأنت بتصدقي؟ أنت ما بينك وبين الحب دنيا 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 ما تقولها على حد بخيالك.
حكي. اسمع عبير تدريش حكي. أنا البنات بزماناتهم كانوا حوالي هيك، وإمي مرة قالت لي يا سامي يا حبيبي أنت عندك حاسة سادسة، وفعلاً أنا كنت حاسس دائماً، قلت هاي البنت بعمرها ما راح تتجوز ولا حدا راح يطلع بخلقتها، قلت لحالي يا ولد اعمل معروف وخذها، الله يافدك. هيك يعني؟ لمعلوماتك البنات لما كانوا يطلعوا عليك كانوا كمان يشوفوا قرد ولا يشوفوا منظرك، بعدين روح اسأل أمي شوف كم من حطة بإيدي منها وأنا رفضت، ليش؟ عشان حضرة جنابك ما تزعل. لا حنونة، حنونة ما شاء الله عليكي، أنا حروح عند أمك بعد الدوام بس مش مشان أسألها كم قرد أجيب معي، مشان أهنيها على التخلفة، فعلا اللي خلف ما ماتش. يا رب تكون راحت تطلب طلبنا إلها على مكتب تاني، بركة هيك بيجيبوا لي محلها بنت حلوة ونغنوجة وبتفتح المنافس، ولو بطريقة تروح تحرد عند أمها، هيك وضعي بيصير ألف ألف. طبعا بعد ما شفنا هذا سكتش النقدي بنشكر كمان مره هبه وربيع. هو فعليا هذا واقع، يعني احنا هالمشاهد بنشوفها كثير في البيت. شو رايك دكتور في السكتش؟ انا ارى انه طبيعه العلاقه او توصيل المشاعر ما بين الشاب للبنت كان من طرف واحد. الاصل ان يكون المساله فيها علاقه كما ذكرنا في البدايه تكامليه، المشاعر تكون من الطرفين بحيث انه الفتاه ما تكونش مستقبل، خاصه احنا في مرحله خطوبه وهذا أمور يعني حلال وأمور فيها توازن. الجانب الآخر وكأن هنالك يعني تحدث أخطاء في طبيعة العلاقة لكن فيش تسامح. وذكر العلماء بأن التسامح دائما أو التنازل، نعم هو التنازل والتسامح إلغاء الملفات. هذا دليل إنه الملفات العقلية تغلق، ولكن إذا لم يكن هنالك تنازل أو تسامح في هذا الجانب فتبدأ الملفات العقلية مفتوحة، بدليل أن الشاب بدأ يعيرها وكان بمتدح أمها وبعدين بدأ يعني ينتقدها، فبالتالي استخدام برضو السباب والشتائم والعنف اللفظي باعتقادي من الجوانب السلبية اللي الأصل نبتعد عنها لأنها هي جزء من التجريح وإلغاء الكرامة في هذا الجانب. هلأ بدنا نحكي عن الصمت اللي هم بيشكوا منه الستات أكثر من الرجال، كونه معروف إنه الستات بيحكوا أكثر، فبيحكوا لك بعد الزواج بصير ولا كلمة ولا نفتح مواضيع، يعني أنا بصير إني بدي أتحركش فيه بس عشان يحكي. لماذا هون الرجال منحسه إنه صار صامت بعد ما كان بالخطوبة ما في حدا بسكته؟ قبل بس بدي احكي شيء عن السكتش. انا بحس من هذا السكتش انه احنا لازم نبني العلاقات الزوجيه على اساس الاحترام والتبادل والتفاهم، وناسس لنوصل لعلاقه، يعني ممكن مش من اول الحياه الزوجيه رح توصل للزوجين، بدها بنا. هاي علاقه مبنيه ما بتيجي بيوم وليله، مره على مره من كل حاله صراع لازم ما نزعل انه في مشاكل بين الزوجين، لازم ينبسطوا لانه هذا التاتش اللي بيصير بعد ما ممكن احنا بعده اذا احنا استغليناه بطريقه صحيحه انه احنا نبني عليه مفاهيم كتير حلوه لحياتنا الزوجيه. النقطه الثانيه الصمت عند الرجل، بيوصلوا لحاله الصمت لانه بتكون هالقد الاعباء. شوفي احنا بمجتمعنا الزوجين ببدايه حياتهم بيعيشوا بكثير ضغوطات نفسيه، بيعيشوا ضغط نفسي من العائله، من عائلتين الزوج والزوجه، بيعيشوا ضغوطات اقتصاديه لانه عكاهلهم بدخل بحياة زوجية ممكن بمبالغ كبيرة، ديون اقتصادية ممكن الرجل بيحمل هاي المسؤولية. هلأ في كتير أزواج بيحملوها زوج وزوجة. هذا الضغط الاقتصادي والاجتماعي والنفسي إذا ما تعاملوا معه بطريقة إيجابية، إنه إحنا حتى لو إحنا مضغوطين إحنا محتاجين نحكي مع بعض، دايما نبني أسس تواصل وحوار دائما بين الزوجين، يعني اساس العلاقه اللي هو الحوار، الحوار، التفاهم، المحبه، الاحترام. اذا ما في احترام بالعلاقه الزوجيه مشكله كبيره. صمت الرجل ممكن يؤدي الى غياب دوره في البيت، لازم يكون الرجل كثير واعي انه اذا انت ضليتك مقرر
قرار الصمت وانه انت ما بتفهمك زوجتك دور سلبي. وما رح طبعا هذا دور سلبي، ما هي اذا بدي احكي لك مش رح تفهمي بقولها او مش حتحسي فيه، انت شو دراكي شو انا عم بعيش برا البيت، هل قد هو حاسس حاله بغربة. يعني هون هو حاكم عليها مسبقا انها هي مش حتفهم طبعا. طب انت اول شيء تطرح عليها الفكره وتطرح عليها المشكله اللي انت بتعانيها، ممكن لو كلمه منها انه تذكرك بشيء معين وفعليا انت تتخطى المشكله اللي انت فيها. بس هون كمان بيجي على الدور على المراه انه هي ما تنسى انه كثير مهم تكون على مستوى من الثقافه والوعي، حتى لو هي مش متعلمه لازم تقرا، لازم توعي حالها، لازم تكون مطلعه على اخر الاحداث اللي تقدر لما تقعد مع زوجها تقدر تشاركه، تعرف شو تحكي معه، تعرف شو اهتماماته وتهتم في اهتماماته عشان هو يهتم باهتماماته. بس مرات العمليه عكسيه دكتور، يعني بتحس انه السيده بتلاقيها مثقفه ومتعلمه والرجل اللي قدامها يعني بتحكي هو في بير وهي في بير اخر، يعني مرات بتكون مش بس الحق على المراه او الرجل، يعني اثنيناتهم بيعانوا من هاي المشكله. انا اتصور يعني كما ذكرت الاخت ديالا انه مستوى الحوار للاسف الشديد في الاسره العربيه شهريا لا يتعدى الاربع دقائق. واو، فهذه اشكاليه كبيره جدا، لانه احنا في بيوتنا منشغلين بالنت، منشغلين بالساتلايت، منشغلين بالاتصال الهاتفي، اللي التكنولوجيا اللي فسرناها بطريقه سلبيه. نعم، او طبيعة الحوار بتكون سلبية. حوار سلبي. نعم. حوار مناكده، اداره الاجهاد واداره الصراع، لانه انا بتصور لما بكون في عندنا خطه وعندنا قوانين وانظمه معينه من اول الزواج نستطيع نحن ندير نفسنا ماليا اجتماعيا حتى لا يرهق، لانه 70% من الرواتب اليوم في المجتمع الفلسطيني موجوده في البنوك. يعني اذا كان راتب الموظف 2000-3000 شيكل معناها مش حياخذ ال 400 او 500 سيستدين، واحنا نضل في دوامه كبيره. فالصمت هو هروب، هو شعور بالملل والرتابة، لابد أن يكون هنالك تجديد. وأنا يعني أعجب بالفرنسيين إن يوم السبت بأخذوا أولادهم معاهم على المطاعم، لكن يوم الأحد بكون إله لزوجته، يبقى الأولاد في البيت، فطبيعة العلاقة بتكون علاقة كويسة. أنا أتصور بأنه الزوج ما يخدش زوجته على الوجبات السريعة، ممكن يزعلوا منها تعين الكأفسي. ليه؟ لأنه وجدوا أنه أصحاب الوجبات السريعة بحطوا المادة الملونة والفلفل علشان الزبون ما يطول في المحل، يطلع بسرعة عشان يأتي الزبون اللي بعده. يعني ما فيش هالعلاقة الرومانسية اللي بدهم يقعدوها ساعة بالضبط. ساعتين ثلاثة، فلابد أن يختار مكان بالفعل يجدد ويكون في نوع من تجديد هذه العلاقة، لأنه يعني قيل بأنه أكثر حالات الطلاق هي السنة الأولى لأنه فيش انسجام، لكن بعد فترة زمنية يفترض أن يكون هنالك انسجام وتوافق في هذا الجانب. بدي أضيف نقطة واحدة هنا، أنه إحنا بدراسة قمنا فيها بالماجستير على طلاب بجامعة بيرزيت ومين المتميز أكثر في المجتمع الفلسطيني، المرأة أو الذكر، الذكر أو الأنثى، طلعنا بدراسة أنه نسبة الإناث اللي بوصلوا لمراحل تعليم عليا كثير اعلى من نسبه الرجال اللي بوصلوا، لانه هم في عندنا نسبه عاليه بتتسرب في المدارس. وهون بتوقع الفجوه، انه الاسره كثير بتهتم بتعليم المراه، كثير بتهتم بانه يكون للمراه سلاح، ولما بتوصل للمراتب العليا بالمجتمع ممكن الذكر ما يقبل ياخذها لانه هي كثير اعلى ثقافه منه، واذا اخذها ممكن يصير يحط بس هون من قدرها. يعني بهذا الجانب بتقطع لك ديالا، هذا الرجل مش واثق من نفسه، يعني بعرفش قديش بتأيدني دكتور، إذا ما كانش عنده ثقة بنفسه بحكي إنه هي مثلا معها ماستر ولا معها دكتوراه، بس إذا أنت عن جد واثق من نفسك حتى لو أنت مش متعلم أو ممكن ماخد بس بي إيه إنه ممكن ما عندوش مشكلة إذا تزوج مرأة أعلى منه بالتعليم. أنا أتصور التعليم فيه استثمار كبير جدا. إحنا الجامعات الفلسطينية بتخرج 20,000 طالب، وكما ذكرت الأخت ديالة إنه حوالي 58% إناث، وهو استثمار للتربية، استثمار كيف يمكن نحن ننشئ الأولاد، لأن واقع التنشئة والتربية يكون على كاهل الأم نظرا لانشغال الأب بمجالات العمل، وربما مرتبط بأكثر من جانب بهذا الأمر. ما يكونش غيرة، ما يكونش حسد، بقدر ما هو برضو يعني لابد أن يكون هنالك تكامل، حتى المرأة برضو ما تظهر نفسها وكأنها هي يعني عندها شهادة أفضل منه، فبالتالي بتبدأ عنصر الغيرة، لابد أن يكون هنالك تواضع. والإنسان المتعلم تعلمنا أنه زي السنبلة كلما امتلأت انحناء، يعني سبحان الله امتلأت
بيزداد انحناء. فهذه مسألة مهمة جدا في هذا السياق. يعني الفوارق ممكن تكون الاقتصادية، الاجتماعية، التعليمية، الثقافية، لازم يكون سواء هو أو هي واعيين بهذا الإشي. طب لو نوقف عند الاقتصاد، يعني في مرات بتكون عائلات مرتاحة، حتى لو هي مرتاحة بتلاقي في عندهم فجوة كبيرة، يعني هو من الناس اللي بتسهر كتير برا، من الناس اللي بيصرف، فهي بتلاقيها تتصرف زي نوع من الندية إنها بدها تصرف أكتر، بدها تسهر زي ما هو بعمل. كيف هون ممكن نتصرف؟ هذا طبعا إحدى الفوارق اللي عم بعيشها أو بتعيشها الأسرة. أنا أعتقد إنه دائما يعني التكاملية، الخروج من البيت ما يرهق كاهل الأسرة، مش شرط انه يروح يعني كل اسبوع او ايام متكرره على المطاعم. يعني انا بحكي مثلا الخروج الدائم، لا يعني دكتور قصدي انه مرات ستات بيشكوا انه الرجال دائما بغيب عن البيت حتى بالليل كتير، يعني انا ما عم بشوفه هيك بتصفي، انها الشكوى الدائمه من خروج الرجال. لا هو الاصل، بس الاصل تكون عائله متكامله. احنا بنتكلم عن قضيه تعايش، بنتكلم انه، وهذه من المشكلات اللي حصلت يعني في أحد العلماء أو الباحثين في الكويت أجرى دراسة على 300 أسرة ذكر هل هنالك علاقة ما بين العمر الزواجي والمشاكل، فوجد بالفعل أنه بعد الخمس سنوات من الزواج بيكثر سهر الزوج خارج البيت. هلأ بنحكي عن الأسباب، نظرا لربما الرتابة أو ارتباطه بعلاقات. أنا أذكر أنه يعني لابد أن يكون هنالك توزيع للعلاقات الاجتماعية، توزيع للعلاقة الأسرية، خاصة أنه في الأيام الإجازات يفترض أن يكون هنالك خروج من البيت والقدرة على الاستمتاع والترفيه للأولاد والزوج كأسرة. ديالة بتحسي الأسباب، يعني الدكتور تفضل حكى أنه الرتابة أو نوع من الملل بيصير يزهق. طب ما صار عندك أولاد، صار عندك زوجة، لما صرتوا تتفهموا بعض ممكن بعد خمس سنين أنت هون عم تهرب. أنا من خبرتي بحس إنه مش بس العامل الاقتصادي هو السبب في الفجوة، مش ضروري إنه إذا أنت غني كثير أو فقير كثير تكون مش مرتبط بعيلتك. يعني هو أحد الأسباب، في عامل أهم اللي هو سمات الشخصية تبعت هذا الذكر أو الأنثى الموجودة في هذا البيت. سماتك هو إنه من سمات الناس اللي بدهم سيطرة وعلاقات عامة وخارج إطار البيت، وأشوف حالي برا البيت ولما أدخل على البيت أكون شخص تاني. إيش الشخصية اللي أنا عندي إياها؟ شو السمة الشخصية اللي أنا بدها تطغى علي؟ هلأ لما أنا بقدم، لما أي شخص بقدم على خطوة الزواج لازم يدرس سمات الشخصية للشخص اللي قباله. إذا بحث عن شخصية هي مسيطرة قوية خارج بيتها، ما عنده ثقة بالنفس، كل هاي العوامل بتبين بفترة الخطبة. هاي هي العوامل الأساسية اللي بتأثر على العلاقات داخل الأسرة. حاليا إحنا بمجتمعنا في كثير من عائلاتنا ما عندهم تفكك أسري، بس عندهم بنسميه عائلة غير وظيفية. شو بعني بعائلة غير وظيفية؟ هي العائلة اللي ما بيكون فيها وعي عند الزوج أو الزوجة لأدوارهم داخل البيت، كيف نقسم الدور، كيف نقسم المسؤوليات، الالتزامات داخل البيت. بنتج عن هاي العائلات الغير وظيفية كثير إشكاليات تربوية عند الأطفال، وممكن بعد ما نمرق بهذا سنوات طويلة من وجود من عدم وجود الأدوار، أو برتم الإشي على المرأة أو برتم الإشي على الزوج، في هذا الموضوع ديالة بتصير هنا يلوموا المرأة إنها تغيرت، بتصير إنها متمردة وهاي الأمور السلبية اللي بتهموها فيها، لأنه بتصفي هي حاملة كل مسؤولية البيت. إنه أنا بشتغل، طب سوري ما هي ممكن هي تشتغل، يعني أنتوا اتنيناتكم عم تشتغلوا، هي كل إشي بالبيت مسؤولة عنه، حتى تربية الأولاد، المشتريات وإلى آخره. فهون فعلياً قديش المرأة هي بتتحمل مسؤولية وقديش بيأثر على نفسيتها؟ بدي أحكي إشي تاريخياً. إحنا ضمن كل المراحل التاريخية المرأة فيها، المرأة الفلسطينية تعودت وتربت على إنه هي اللي تكون تتحمل مسؤولية، ماسك البيت، هي ملكة البيت. نتيجة غياب الزوج، نتيجة الأسر، استشهاد، كثير ظروف اجتماعية. أنا بحكي هلأ لازم المرأة توقف وتقول لا، أنا ما بقدر أحمل 10 بطيخات، أنا هذا اللي بقدر عليه، ومش صحيح. مضطرة أكون هالقد السوبر وومن، امرأة قوية جدا لأحمل كل الأعباء المنزلية، وحتى لو أنت بدكش تشتغل وقاعد بالبيت. صارت المرأة تطلع وهي يعني لو تشتغل تنظيف بيوت، بس هي حاسة إنه أنا مسؤوليتي أطعمي وأربي وأحمل مسؤولية هذا البيت. والزوج إيش قاعد؟ مش بكل الحالات طبعا، ممكن نشوف العكس. أنا بقول الحياة الزوجية هي شراكة، ما تحمل المرأة حالها فوق طاقتها، لازم تصير واعية إنه هي بتقدر تقول لا،
مش ممنوع انك تقولي لا لزوجك، انا ما بقدر اطلع اشتري الخضره واشوف الاولاد بالمدارس وادرس واحمل الاعباء المنزليه واشتغل برا وجوا، حرام. يعني كل هذا هاي الضغوطات كثير عاليه، وبالاخر انت بتجي تقولي نفسيه سلبيه، وبالاخر الزوج بيجي يقولها انت مش مطلعه علي، انت مش متغيره مش مهتمه فيي، مش لانه هي ما بتحكي، كمان هي ما بتشكي الزوجين، طول ما انت ما بتحكي ما بتشكي عن ايش الضغوط اللي انت عايشتيها هو ما راح يقدر يفهم، لانه هي بتفكر انه هو لازم يفهم من غير ما تحكي. لا، لازم نحكي، لازم نحكي، مش برنامجكم لازم نحكي. صحيح. انه الوحده تكون معبره اكثر وتفهم، لانه مش كل الناس التواصل اساس طبعا الحكي التواصل. مش من خلال مش الكل يعني، سوري للمقاطعه فهمي. دكتور يعني هون الرجل بدنا نحكيها انه مش كل واحد لبيب من الاشاره يفهمه، فلازم هي تحكي، ضل تحكي يعني، هو وهي هو يحكي انا تعبانه وهي تحكي انا تعبانه، تعال نشوف كيف ممكن نريح حالنا. اكيد احنا في البرنامج ابدا اليوم مش عم نحط اللوم على حدا، لا على الرجال، لا على الرجال ولا على المراه، لانه اثنيناتهم هم بيكملوا بعض، هي لها سلبياتها وهو له سلبياته. بدنا نتوقف مع اراء الشارع، نتابع سوا وبعد هيك بنرجع لكم، كونوا معنا. غالبا بتحصل، لانه مهما كانت درجه معرفه الشخصين ببعض قبل الزواج ما بيعرفوا بعض الا بعد الزواج، لانه في بلادنا بشكل خاص يعني التعارف ما قبل الزواج هو تعارف الى حد ما سطحي، فبعد الزواج كل واحد يعني بيكتشف الثاني، خلينا اقول، فممكن يكون سلبي او ايجابي، غالبا بيكون سلبي، بس يعني كمان ممكن تصير في حاله تعايش مع هذا الوضع، ممكن ما تأدي لحالة التعايش ويصير في حالة انفصال أو طلاق يعني. يعني هلأ النسبة طبعاً 60% السلبي، يعني تقريباً خلينا نحكي 70% أنا قدرت أغير عليه، والباقي لقى الإيجابي يعني. وصعب جداً إن الست كل شيء بدها إياه تلاقيه جوزها، لأن هي انخلقت في بيئة وهي هو انخلق ببيئة تانية يعني، والنصيب في النهاية يعني. يحصل، وحالياً في الوضع اللي إحنا منعيش فيه طبعاً سلبياً بدي يبكى الوضع، يعني في ظل الظروف الصعبة اللي عايشين فيها الشباب والبطالة اللي احنا فيها، طبعا بده تحول الاشي لسلبي للأسف، ان كل اشي غالي، مش راح الزوج يقدر يلبي كل احتياجات الزوجة طبعا، فالاشي هذا سلبي، تحول كله لمشاكل سلبية عندهم في البيت. اكيد في تغيرات سلبية، اللي هي كل واحد بتغير بطرف حياته، يمكن تأقلمهم مع بعض، يمكن يكونوا طريقة تفاهمهم، الأساليب العيش المختلفة عن بعض التنين، فهي من الناحية السلبية كمان. أما من الناحية الإيجابية يعني في نواحي إيجابية طبعاً، اللي هي توافق البيت، العيلة، الأولاد، هاي كأسرة كتير حلوة، بس إنه في نواحي سلبية كتيرة. أعتقد المفروض أن أكون بعد الزواج أو الزوجة أكون تغيرات عليهم بطريقة أفضل إيجابية، إذا كان في توافق أصلاً من الأول في الاختيار. بعتقد أنه إحنا مجتمع مضغوط نوعاً ما، وبالتالي بصير روتين كتير في الحياة هو اللي ممكن بيؤدي إلى خلق بعض المشاكل بين الزوج والزوجة. مضغوطين كتير بنفس الوقت، يعني أنا بتصور أنه أكيد راح يتغير على الزوج والزوجة، كيف الزوج ممكن كان يحلم بالفتاة اللي هي كانت يعني حلم حياته، كذلك الفتاة هي بتحلم بفارس أحلامها، ممكن أنه هي تتفاجأ بالواقع اللي احنا بنعيشه، كيف الزوج كيف ممكن أنه يمارس حياته، كيف أنه ممكن يتعب كتير حتى أنه يقدر أنه يوفر حياة كريمة، وبالتالي بزيد العبء عليه والضغط عليه، كذلك الزوج هي راح تنضغط كتير لظروف هاي الحياة. بعتقد أنه يعني الحياة بتتغير بعد الزواج. بكون الشخص ما بيعرف الآخر، يعني بكونوا التنين ما بيعرفوا بعض منيح فترة ما قبل الزواج، حتى لو في تعارف كل واحد بيقدم أحسن ما عنده، بعد الزواج كل شيء بيبين على حقيقته، وايضا في تفاصيل بالحياه الزوجيه يستحيل معرفتها قبل الزواج. قوه المراه اذا كانت شاطره تقدر تغير شغلات كثيره فيه، وبرضه كمان الرجال، الرجال له كمان دور كثير كبير في انها المراه انها تتغير.
ورجالهم قوامون على النساء يعني في النهاية. الوضع المعيشي اللي منعيش فيه في البلد سيء، سيء جدا. هذا هو. أي إشي جديد بحياة الإنسان إن كان شاب ولا بنت إلا يصير فيه تغير في الحياة، يعني حكي حياة زوجية هاي العلاقة إلا يصير فيها يعني تغير، يعني حياة البنت أو الشاب تختلف كلياً عن حياتهم لما يتزوجوا. إن تغير إيجابي أو سلبي أعتقد هو مدى الاحترام بين اثنين، مدى الحب بين اثنين، مدى التفاهم، توافق الأطباع. يعني في العادة قبل الزواج إذا كان بيحكي عن فترة خطوبة في العادة البنت والشاب بعطوا أفضل ما عندهم وبتغاضوا الأشياء اللي ممكن تكون عائق أمام الطرف الثاني، ولكن لو كان في صدق أكثر بينهم في الأول بيخلي التغير يكون سلس وإيجابي أكثر. التغير مثل ما حكيت لك إنه الروتين بيلعب دور كتير، بس أنا بنصح إنه الزوج والزوجة إنهم يفكروا دائما إنهم يكسروا الروتين أقل ما فيها مرة بالشهر. كتير شغلات يعني مش بالضرورة إنه إحنا نلجأ لإنه إحنا نصرف مبالغ باهظة حتى إنه إحنا نكسر الروتين، ممكن بأي شيء بأقل القليل إنه إحنا نكسر هالروتين، نوفر نخلق نوع من الحياة اللي فيها تجدد على طول وباستمرار. إذن تابعنا نحن وياكم آراء الناس بالشارع، آراء واقعية عم بتنم عن رأي كل واحد فينا بالمجتمع. لاحظنا أنه العامل الاقتصادي هو موتر الكل، صحيح؟ يعني العامل الاقتصادي أكيد له تأثير، وإن كان بعض الأحيان في نوع من الإسقاط. يعني ليش بتغضب يا فلان؟ لأنه فلان نرفزني. يعني لازم نحكي إحنا لابد أن يكون هنالك شعار أنه أنا أكون جريء في التحدث، المرأة تكون جريئة، لكن في مقابل ذلك أن تحترم الطرف الآخر. وكذلك الزوج، لأنه لما بكون هنالك تفاهم وحوار بناء بنصل في النهاية إلى مخرج إيجابي، بمعنى أنه إحنا نتفق على سياسات معينة، يكون هنالك تبادل للأدوار، ممكن يكون في تغيير إيجابي. لكن إذا المسألة قائمة على فرض الذات سواء كان من طرف الرجل أو المرأة ممكن يقود إلى مشكلات ستتدخل أطراف اللي هي من إنه مين يسيطر من جهة الزوج أو الزوجة، فبتكبر المشاكل. باعتقادي حتى لو كان هنالك خلافات أو مشاكل وكانت ضمن حدود البيت، هنالك قواعد معينة لأنه فيش شيء حيطلع خارج البيت، ممكن الأمور تكون يعني بطريقة إيجابية بتوزيع الأدوار. لأن المرأة لما خرجت إلى البيت للعمل أضافت على نفسها أعباء غير أعباء البيت. ينبغي على الرجال أنهم يقدروا هذه المسألة، خاصة أنه يعني المرأة الفلسطينية معطاءة في عملها، معطاءة في الأمومة، معطاءة في الراتب. أنا يعني عشت في الإمارات 20 سنة، كنت ألاحظ بعض الجنسيات بحيث أنه يعني دراتبك ودراتبي، فبالتالي بعكس المرأة الفلسطينية عندها عطاء غير عادي. فهذه برضو مسألة ينبغي أنه الرجل يقدر هذا الموقف. تفضلي ديالة. أنا بس بدي أحكي أنه بهذا الجانب بيلعب كثير دور الثبات الانفعالي عند الزوجين. قديش إحنا بنقدر نشتغل على مسألة النضج بموضوع الانفعالات، وكيف نضبط انفعالاتنا وما نربط الأشياء، ما نسقط الأمور. إذا أنا مضغوط من الاقتصاد ما أحكي أنه مرتي عاطلة، يعني هذا عامل وهذا عامل. إحنا مضغوطين، أنت مش لحالك مضغوط كرجل، انت ومرتك وولادك يعني مضغوطين بزرق. احنا كلنا كوحده واحده مضغوطين. فاذا هو ضل حاسس حاله لحاله مضغوط او هي حاسه حالها لحالها مضغوطه، ما بيشيلوا الحمل مع بعض. يعني يتوحدوا في هذا الجانب، هم صاروا تنين. هذا اللي بدي احكي فيه كمان، انه بنلاحظ الرجال بحسوا حالهم لسه لحالهم حتى لما يصير عندهم اولاد، وهذا الاشي بيساعد انه هم بدهم يضلوا عايشين حياتهم لحالهم، اصحابهم الاخره، فبنسوا انه عندهم عيله. ليش هذا الاشي بيكون عند الشاب؟ يعني انا بس بدي احكي شيء، احنا ربينا الذكر انه يكون شوي اناني، ما تربى في مجتمعنا الفلسطيني الذكر على المشاركه، على التعبير، على انه هو مسؤول في هذا البيت زيه زي خواته، زي امه، زي ابوه. فعامل التربيه في الاسره كثير مهم في كيف ننشئ ذكر عنده مسؤوليه، يطلع رجال للمجتمع. احنا لما بيكون الولد في البيت بده يبكي، لا تبكيش انت رجال، كثير بنسمعها من البدايه احنا بنمنعه، بنقمعه، يقمع الرجل في العائله العربيه وهو صغير ليكبر لهيك بتمرد وبصير مش بتمرد، بصير اصلا هو مش حاسس في اهميه انه هو يحكي. هو بيقدر يقرر لانه ولد
من هو صغير ببلش يحكم أخته ويحكم أمه، بس يصير مراهق بصير يقولها لأمه تعملي وما تعمليش، إذا ما نحط حدود للجهتين للذكر والأنثى في موضوع التربية، إنه إحنا صغار وإحنا ننشئ في أطفالنا، ننشئهم على المسؤولية، على الاحترام، على القانون، على الحدود، إحنا هيك بننشئ شخصية ناجحة إنها تكون في المجتمع، كمان تدخل المجتمع بقوة. بس إحنا ربينا الولد إنه أنت ولد واعمل بدك إياه، تأخر للساعة 11 بالليل بالحار ما في مشكلة، عادي ما أنت ولد ما في حد بيأذيك، مع إنه الدراسات بتقول إنه نسبة الذكور اللي بتعرضوا لإيذاءات خارج بيتهم جنسية هم أعلى من نسبة الإناث، لأن إحنا كثير بنحمي المرأة والبنت في البيت بس ما بنحمي الولد، وعشان هيك الولد كمان بيعيش ضغوطات، ما بيقدر يحكي لشو تعرض في الحارة، ما بيقدر يتجرأ يحكي لأهله أنا حدا تحرش فيي أو حدا ضايقني أو حدا ضربني، لأنه بتمس رجولته وهون بضل هذا الإشي مكبوت جواته. هاي المفاهيم السيئة اللي بتربى عليها الطفل. تفضل دكتور. ولما بكون في ضغوط نفسية برضو من قبل الرجل، يعني الإسقاط بكون يا أما على الأولاد أو على الزوجة، إحنا بنحس برضو إنه الزوجات، يعني لا أقول الجميع، إحنا الشعب الفلسطيني للأسف الشديد أعلى نسبة ضرب الزوجات في المجتمعات العربية، ربما تصل أكثر من 50%، سواء كان بالعنف الجسدي أو بالعنف اللفظي، بالسب، بالشتم. أتصور المرأة التي تسكت حتى إنها تربي أولادها هي سكوت سلبي، تحتاج بالفعل إنه إحنا يعني كما اسم هو البرنامج لازم نحكي، لازم يكون في عندنا قدرة أن نقول لا، لكن في ضوابط معينة، لأن هي مجموعة ممارسات. يعني الزوج مش من أول مرة ضرب زوجته، لكن كان هناك استعداد من قبل المرأة أنها تتقبل هذا الإشي. إحنا لحد الآن مش عارفين نعيش الأسر الاندماجية التشاركية التعايشية، بمعنى إنه الرجل بيكون في بيته في عمله للساعة 4-5، بيرجع على بيته بتغدى وبيرجع على المقهى أو على الكافي شوب وبيقضي فترة زمنية طويلة. كيف ممكن إن إحنا نتعايش كأسرة يكون هنالك خصوصية للأولاد، خصوصية للزوجة؟ باعتقادي مسألة مهمة جدا علشان نزيد اللحمة والانسجام بين الطرفين، لأنه سيدخل عنا عامل الأولاد، الزوجة تنشغل بأولادها، بيكون بيدخل عنا عامل الأولاد المراهقين وبيجي، وبنحس بأنه معظم الزواج الثاني بيكون في 40، لأنه فترة المرأة بعد 45 بيكون سن اليأس وعدم الاهتمام بنفسها، فبالتالي بصير عينه زايغة ويطلع لبرا. هذه إشكالية كبيرة، ينبغي أن المرأة بالفعل تكون حريصة على هذا الأمر. أنا أعجبني كتاب اسمه فكوني له مثنى وثلاثة ورباع، هي نفس الزوجة اللي يمكن أن تكون جاذبة وعندها قدرة بالفعل أنها يعني تتحكم التحكم الإيجابي لا التحكم السلبي. إديالة منلاحظ أنه الرجال لما يجوا الأولاد بصيروا يحكوا لك أنت كنت تهتمي بحالك أكثر وأنت كنت تهتمي فيها أنا شخصيا أكثر، فبصيروا يحسوا أنه الأولاد هم السبب بعدم اهتمامها فيها أو في حالها كمان. هلا شوفي كثير مهم هون نوضح، توضح المرأة للرجل شو المسؤوليات اللي عليها وتقول له تعال إذا أنت بتحمل عني 1-2-3 أنا بوعدك أرجع أعطيك 1-2-3. يكون في مقايدة كمان في هذا الجانب، إنه لو أنا عندي الوقت الكافي بعمل هذا الإشي، بس كمان هذه بحكيها إنه يعني ها نكون شوي شاطرين كنساء، بس ما بيعني إنه هي تحمل زوجها إذا أجا الولاد. لازم يكون في وقت للمرأة. هلأ هو ممكن ما يكونش إهمال كامل، إذا كان هو لحاله طبعا الاهتمام كان فيه 90 خلينا نحكي أو 80%، بيصفي لما يجوا الأولاد 30-40%، هلأ هو نقص وأكيد هو حيحس بفرق، بس برضو هي كمان تغيرت، يعني هي تحملت مسؤولية الأولاد وهاي الأشياء اللي يعني ما كانتش متعودة عليها. تفضل. هون النقطة إنه إحنا إذا أنت بنيتي علاقة عائلة بأدوار تشاركية ما بتصفي الرجال برا الدائرة. انت عم تحكي هون على نقطة، انا اذا انا حاسس انت عم تحكي على زوج برا الدائرة وبس بده هو علاقته هو ومرته تضل ومش مشكلة الاولاد، اذا ضلوا هم عائلة واحدة متشاركة مندمجة هم ما بصير هذا الظرف اللي انت عم تحكي عنه. ما بوصل الرجال يقول انت مش عم تهتمي فيه، لان هم كلهم كعائلة عم يهتموا ببعض، هم وحدة واحدة. بس إذا إحنا ضلينا عزلين الرجال عن الأولاد وعن تربيتهم وعن تنشئتهم وعن مسؤوليته تجاههم، هو بصير يحس إنه هو مهمل. فهون قديش المرأة بتحط الرجل عن مسؤولياته، قديش هو بحس إنه هو جزء من هاي العيلة، هي لازم تضل تشركه. يعني إذا هو مش سائل فلازم هي تشركه، بس إذا هو مهتم وسائل خلاص ما هي الأمور ماشية بتكون. بس المهم إذا واحد من الطرفين، بغض النظر أنا مش مع الرجل ولا مع المرأة، صحيح. أنا مع الإنسان الواعي بالعلاقة،
يعني أنا بتأمل يكون واحد من الطرفين عنده الوعي الكافي ليمشي هاي العلاقة. إذا كان في هذا الوعي نحن نضلنا نحاول بس كأزواج نضلنا وحدة وحدة. يعني نصحي بعض بطريقة غير مباشرة إذا هو بمحبة نحن بتحت إطار المحبة. كل ما كان الحوار والصراع تحت إطار محبة صدقيني بيمشي وبيمشي المركب. بيمشي المركب بسهولة. المحبة أساس أي عائلة. طول ما في محبة كل ما في تجاوز أكثر. دكتور بالنهاية إيش بتحب توجه نصيحة للأزواج؟ أنا أقول إنه لازم إحنا نعمل يعني خطة وطنية للتهيئة التدريب النشر الوعي قبل الزواج. يكون في عنا بالفعل مراكز متخصصة في هذا الأمر. الإعلام يساهم بشكل كبير في البرامج لأنه بصراحة كمية البرامج التي تبث من الإعلام هي قائمة على المسلسلات والأفلام والأمور قد تكون هامشية وثانوية. الأمور إحنا بحاجة بالفعل يعني كما ذكر نابليون المرأة التي تهز السرير باليد اليمنى تهز العالم باليد اليسرى. مسألة مهمة جدا. المرأة لها كيان كبير. الانسجام والتوافق مطلوب. لابد أن يكون هنالك تعايش. لابد أن احنا نحس أن المرأة هي لها دور كبير جدا. الرجل له دور. تبادل الأدوار بين كافة أفراد الأسرة مهم في هذا السياق على اعتبار بأنه يعني نبدأ بانسجام ثم ننتهي بانسجام كبير جدا علشان احنا نكون الأسرة ونكون المجتمع الفلسطيني المتكامل والمتراس والمتحاب. ديالة كلمة سريعة. أنا بس بدي أوصي الزوجين أو الخطاب قبل الزواج إنهم كثير يهتموا بأنه نبني ونأسس لحياتنا الزوجية ونحكي شو بنقدر ما نحكيش شو بنحلم إنه إحنا نقدر. يهيئوا يقسموا الأدوار من فترة الخطوبة. يأسسوا أهم إشي العلاقة على أساس تواصل نفسي اجتماعي على أساس حوار على أساس محبة ويتفقوا إنه إيش الأشياء اللي بتزعجه إيش الأشياء. يحكوا دائما بهاي الأشياء شو بزعجك شو بستفزك عشان أنا أبعد عنه شو بزعج الطرف الآخر ونبني هاي العلاقة على أساس التفاهم والحوار والمحبة. يعني بالنهاية أنا بدي أشكرك كتير ديالا مدحت مديرة مشروع في مركز معا التنموية وأخصائية اجتماعية ونفسية. شكرا كتير لك. وأيضا بدي أشكرك الدكتور أكرم عثمان أيضا خبير في التنمية البشرية ومستشار نفسي. شكرا كتير لتواجدكم معنا اليوم. شكرا لك. وبنهاية لقاءنا مشاهدينا الكرام الحوار هو أساس أي علاقة زوجية ناجحة. واليوم نحن ما حطينا اللوم لا على المرأة ولا على الرجال. اثنين لهم سلبياتهم وإلهم إيجابياتهم. بدي أشكر فريق العمل اللي تعاون معنا لهاي الحلقة وأكيد هاي تحياتي غصون صبري. إلى أن نلتقي الأسبوع القادم في برنامج لازم نحكي.